نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز فرسكور بدمياط، ويأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر. القافلة النهاردة بتقدم 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار، عندنا المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، بنوفر الفحوصات دي كلها للطبيب عشان يقدر يوصل للقرار السليم تجاه المريض. استقطاب الأماكن المحرومة من الخدمات الطبية والأماكن البعيدة والأماكن الأكثر فقراً الأكثر احتياجاً للخدمة الصحية. ده بتتمثل في القرية اللي احنا فيها النهاردة ديت، قرية أبو سعادة الكبرى. القرية دي داخلة تطوير كلي شامل ضمن المشروع الرئاسي حياة كريمة لتطوير القرى. الكفيلة الطبية أعطت لنا العلاج اللازم وكشفت علينا بالكشف الضيق وأعطت لنا العلاج على نفذ الدولة بدون فلوس ومجاني. ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.